وراجعوا العروة الوثقى في كتاب النكاح، يقول: بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء. الإنسان يحب زوجته، هذه عبادة محبوبة عند الله. فعن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: من أخلاق الأنبياء حب النساء. وفي خبر آخر عنه: ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء. وينبغي إظهار ذلك أيضا، يعني الرجل ينبغي، يستحب طبقا لفتوى بعض العلماء، أن يظهر حبه لزوجته، والمرأة تظهر حبها لزوجها. وأكو هنالك رواية أيضا في ذلك: وجعل بينكم مودة ورحمة.